الآن سنفسح المجال مشاهدينا أمام كل مترشح لتقديم وعوده إلى ناخبيه في 99 ثانية، يعني دقيقة و39 ثانية، انطلاقا من السؤال التالي: ما هي أولوياتكم للـ 99 يوم الأولى في قصر قرطاج؟ البداية مع السيدة سلمى اللومي، تفضل 99 ثانية للإجابة على هذا السؤال. احنا نمر بمرحلة دقيقة جدا، ومش معقول ومش مقبول توا اللي شبابنا يعاني البطالة ويعاني المشاكل التنموية الكبيرة. ما تنجم تكون التنمية، احنا باش نركزوا على التنمية، إلا بدولة قوية ودولة قانون. هذه حاجة مهمة، ثم باش نعملوا بالدبلوماسية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار. نفس الشيء إذا مش معقول باش الشباب هذية ما يكونش عنده إمكانيات الاستثمار وتكون صعوبات قانونيا باش يعمل مشاريع، ولا نحكيو على استخطاب والأشياء اللي مثل هذه. دونك ثم مبادرة باش تكون للتسهيلات للشباب باش ياخذوا القروض، وقروض فيهم معناها فايدة معناها ضعيفة، مش بالتمام هذه اللي عالي برشا. دونك ثم تنمية والاهتمام بالتنمية الجهوية وتنمية الحدود، هذه حاجة مهمة برشا باش يكونوا مبادرات عندهم صبغة اجتماعية، والاهتمام يكون بالمتقاعدين اللي هما ما نجمش معناها ساهموا في بناء الدولة التونسية وبعد تكون عندهم صعوبات. دونك ثم امتيازات باش يكونوا للمتقاعدين، وباش يكونوا امتيازات للأطفال اللي قل من 12 سنة اللي باش تكون عندهم الصحة والنقل تكون مجانا، اللي هما ما عندهمش الامكانيات هذه. نفس الشيء للفامي مونوبارنتال، كي تبدا ثم الام وحدها اما طالقه ولا معناها فيف، تكون عندها نفس الشيء اذا هي عندها امكانيات ضعيفه. شكرا لك، وقتك كفايه سيده سلمى اللومي. سيد صافي سعيد، نعم، اولوياتكم لو منحتم اراده الناخبين خلينا كما سؤالي سي صافي لل 99 يوم الاولى في قصر قرطاج. نعم، أول شيء هناك شيء مستعجل، هو أنه إصدار قانون جديد فيما يتعلق بالمرأة، المرأة العاملة والمرأة الفلاحة والمرأة المربية، نصف حصة عمل بمرتب كامل لكل أم تشتغل عندها أكثر من طفلين، مرضى السرطان كلهم علاج على الدولة، مرضى السرطان من النساء نقل عمومي، كل الفقراء تونس وفقيرات تونس نقل عمومي مجانا. هذا شيء مستعجل. فيما يتعلق بالخارج، زيارة لليبيا وإن أمكن جلوس هناك لبضعة أيام وحتى بضعة أسابيع، لا لخروجي ولا لمغادرة ليبيا بدون تأسيس مصالحة وطنية، لأن ليبيا هي كيف ما قلت أنا معطف استراتيجي لتونس. زيارة من بعدها إلى الصين، عودة، وقف ديون الخارجية فورا، ونذهب إلى جدولة جديدة، ونذهب إلى مفاوضات جديدة لبيع هذه الديون لدول الأخرى عبر استثمارات جديدة، وهذا ليش قلت نذهب إلى الصين. ثم تأسيس بنك للشباب، شيء جديد، بنك للشباب لتمويل مشاريع الشباب، بنك تضامني يعتمد على الاقتصاد التضامني، وتأسيس صندوق سيادة هو لدعم رجال الأعمال ودعم الاستثمارات أقصد ودعم التجارة الخارجية. صندوق سيادة لابد منه، الدول كلها تشتغل بصناديق السيادة، لا صندوق لنا إلى حد الآن. شكرا. شكرا. السيد سيف الدين مخلوف، في صورة هذا الاستحقاق الانتخابي، ما هي أولوياتك أيضا لل 99 يوم الأولى في قصر قرطاج؟ الإجابة في 99 ثانية، تفضل. طبعا الأولوية الأولى تعيين قضاة المحكمة الدستورية، قيام رئاسة الجمهورية بدورها في هذا، رفع حالة الطوارئ وإلغاء كل الإجراءات الماسة بالحريات والإجراءات الحدودية والإقامات الجبرية الظالمة على ناس ما همش متهمين بحد شيء، تقديم مشروع قانون لفصل الأمني عن الإداري في وزارة الداخلية. اليوم ما عادش معقول تونسي يمشي المركز الشرطة بشيخ وشهادة سكنة وبطاقة تعريف وجواز سفر. طبعا الحالة هذه حالة متخلفة وانتهت في العالم، نجم ناخذوهم من البلدية أو من أي إدارة مدنية. محاسبة
فرض المحاسبة العمومية على وعلى القيادات اللي عندها ملفات في قطب الفساد المالي، والملفات هذه راقدة، لازم رئيس الجمهورية يتدخل لتنفيذ القانون في خصوص الناس هذم. طبعا تقديم مشروع قانون لإصلاح السجون، لابد أن تنتهي الحالة المزرية للسجون، لابد أن نسن نظام جديد للعفو، يكون فيه نظام حوافز اللي يخلي السجين يقدم حاجة بشيخ وعفو، يقرأ كتاب، ياخذ دبلوم علمي أو دبلوم فني أو غيره، يقدم شيء ليتحصل على العفو هذا. طبعا باش نحاولوا في الأيام الأولى سنوجه طلب لفرنسا بالاعتذار الشعب التونسي على سنوات الاستعمار وسنوات النهب وسنوات مساندة الاستبداد. سنكون لجنة لمراجعة الاتفاقيات الاستعمارية، هذا مستعجل جدا، لجنة لمراجعة ملفات المشاريع الكبرى. طبعا سنفعل كل شيء لنسن حكومة إلكترونية وسبب للتجارة الإلكترونية، هذا ضروري، انتهى زمن الصفوف. شكرا لك، وقت كفاية. شكرا، وقت كفاية، رجاء الالتزام بالوقت. الكلمة السؤال. نعم ليك سي سعيد العادي، مش مربوط بالوعود، أنا مربوط بال 99 يوم هكا. أولويتك لل 99 يوم في قصر قرطاج اللي عايشينه اليوم في تونس هي أزمة ثقة وأزمة أخلاق. ما نمنش بال 99 يوم، لازم أكثر من ذلك، ولكن الأولويات هي التقديم مبادرة تشريعية فيما يخص أخلاق الحياة العامة في البلاد. هذا يهم تمويل الأحزاب، تمويل الجمعيات، أيضا تمويل الحملات الانتخابية. يعني نشوفوا اللي صاير في الانتخابات الرئاسية اليوم، بعض مترشحين زوجوا بكثير ما يسمح به القانون، وهذا مش مقبول، وهذه ما هيش ديمقراطية. الأولوية الثانية هي متوجهة للشباب. أنا رئيس جمهورية ما نقبلش اللي شاب يدخل حبس في جرة سيجارو. هي من ناحية استراتيجية شاملة فيما يخص مقاومة الإدمان، ولكن عدم تجريم استهلاك ما يسمى بالزطلة. هذه الشباب متاعنا، قداش من شاب دخل في الحبس جرة سيجارو خرج إرهابي. هذا ما نجمش وما نجموش نقبلوه كمجتمع. لا يعني تشجيع الاستهلاك، وذلك علاش لازم استراتيجية أيضا وطنية فيما يخص وقاية وفيما يخص مقاومة الإدمان موجهة للشباب. هذه معناتها أولوية عندي أنا. برشا شباب شفتهم، برشا شباب كانوا عندهم طموحات، كانوا يقرأوا على رواحهم، واليوم مستقبلهم نهار على هالقانون اللي ما عنده حتى فايدة. شكرا. السيد يوسف الشاهد، لك المجال للإجابة على هذا السؤال. رئيس الجمهورية هو رئيس التوانسة الكل، اللي صوتوا له واللي ما صوتولوش هو ضامن لوحدة التونسيين. فأنا إذا صعدت لمنصب رئيس الجمهورية في الأيام الأولى باش نعيط للأحزاب اللي ربحت واللي خسرت، المرشحين اللي ربحوا واللي خسروا، باش نتجاوزوا الحمى الانتخابية هذه، واللي باش يكون في المعارضة يكون، واللي باش يكون في الحكم باش يكون، ونخدموا بلادنا حسب ما يقتضي الدستور، ونعيط أيضا المنظمات الوطنية اللي معناها وضع خريطة الطريق المستقبلية لتونس. ثم حاجة زادة ما يحكي عليها حتى حد، رأوا الفصل 89 من الدستور، رئيس الجمهورية في أسبوع الأول بعد الإعلان عن نتائج انتخابات التشريعية يزم يكلف مرشح الحزب الفائز باش يعمل حكومة. وأنا باش ننصحه، باش نقوله الحكومة هذه ما تعملهاش على المحاصصة الحزبية، عملها على البرامج اللي باش تحسن حياة التونسي المتقاعد والشاب والمرأة الريفية، عملها باش تسرع في نسق النمو في تونس. ثلاثة، مجلس أمن القومي في المئة اليوم الأولى لازم يجتمع لوضع خطة لمواصلة حرب على الإرهاب. أيضا ستكون هناك زيارة للشقيقة الجزائر. وأنا اليوم نحب نقول أنه الأولويات هذه طبعا مهمة، تونس ماشية الانتخابات مهمة الأحد القادم باش تحدد مصير تونس يمكن 10 و15 سنة. نقول للتوانسة مشي وصوتوا، ما تخليوش شكون يحدد مصيركم في بلاصتكم، ولكن صوتوا للناس الصادقين، للناس اللي عندكم فيهم ثقة، ما تصوتوش للفاسدين، ما تخليوش بلادنا تمشي للمغامرة وللعبث، صوتوا للناس اللي حبوا يخدموا البلاد هذه. شكرا. السؤال للسيد حمى الهمامي، نفس السؤال. حمى رئيس
أولاً وقبل كل شيء كشف الحقيقة في الاغتيالات والجهاز السري وتصفير الشباب. ثانياً وقف المفاوضات نهائياً حول لاليكا. ثالثاً تدقيق المديونية لخطورتها على تونس. رابعاً تدقيق حول الثروات الوطنية دفاعاً عن السيادة الوطنية لتونس. خامساً وهي مسألة أساسية بالنسبة لنا، تفعيل مقاومة الفساد. الفساد خارب البلاد، واللي يقول ما تصوتوش الفاسدين، أنا أقول الفساد على يساري توا، وما نجمش الفساد يقاوموه الفاسدين، ما نجمش دون الوقوع في ثلب المترشحين. مش ثلب هذا، ما نجمش الفساد يقاوم الفاسدين. هذاك علاش نحن سنعمل بقوة من أجل وأننا نقاوم الفساد. كذلك إعادة العلاقات مع سوريا، ثم تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإجراءات عاجلة لفائدة الفئات الهشة المتقاعدين ذوي الإعاقة العمال الحظائر والمتوحدون. نتوجه للتوانسة بدعوة أنهم ينتخبوا رئيس يرجع لهم عزة الانتماء إلى تونس، ينتخبوا رئيس يجمعهم حول الحق وحول الخير، لأنه اللي يحب روحه يكون فالح يكون من البارح، مش اليوم يوعد التوانسة بالشيء اللي عجز على تحقيقه ودمر تونس وخرب تونس. حما رئيس يرفع راية تونس ويخدم مصلحة الشعب التونسي. حق الرد، لأنه حق الرد يكون بعد الأستاذ عيد. سجلنا حق الرد بتاعك سيد يوسف الشيخ. نفس السؤال سي قيس سعيد، الأولويات في 99 يوم، لماذا اخترتم 99 يوما فقط؟ الأمر لا يتعلق بأيام معدودات لنبيع الأوهام والأحلام الزائفة والكاذبة للشعب التونسي. نحن بحاجة إلى أدوات قانونية جديدة ترتقي بمطالب الشعب إلى مستوى القرار. الشعب يعرف ماذا يريد، فلنمكنه من الآليات القانونية التي يحقق بها إرادته، لأن الوعود والأولويات الانتخابية هي وعود كفور الإخشيدي للمتابع. لم يتغير أي شيء، لا يكفي أن نعد، بل يجب أن نفتح الطريق واسعة أمام الشباب التونسي في عديد الجهات. البرامج تنبع من الشباب، هم يعرفون ماذا يريدون، فلنمكنهم من الآليات القانونية التي ترتقي بمطالبهم إلى مستوى صنع القرار، والقرار يجب أن ينبع من المحلي نحو المركز مرورا بالجهوي. يعني الأمر هناك أهداف نبيلة، نحن في حاجة اليوم إلى وسائل تحقق أهداف الشباب. هو يعرف ماذا يريد، ما دام البناء إلى حد اليوم بناء مركزيا وكأنها منة وفضل من الحاكم على الرعية، فلن يتغير أي شيء. الأمر يجب أن يتغير، والبناء يجب أن يكون من المحلي من كل معتمدية، حتى تكون السلطة التشريعية سلطة تأتي لكل الإرادات. شكرا. السؤال هو برفع الأيدي، خلنا نرجع إلى الجو الهادي في الحصة، هل في صورة فوزكم بالانتخابات ترجعوا بعد 100 يوم لهذا استوديو؟ طبعا هذا نرجع، هاي الناس كل متفقين في هذه، متفقين والحمد لله، وانا تعهد بذلك. السؤال الثاني زاد برفع الايدي، في صورة مروركم او مرور احدكم الى الدور الثاني، هل ايضا تعدوا بالعودة الى هذا البلاتو برفع الايدي؟ في صورة تعديتوا للدور الثاني، هل سنعود ترجعوا الى نفس البلاتو؟ وسنعود لكم في كل حين لكي نشرع الشعب التونسي وهذه هذه المناظرة. شكرا لكم جميعا، يعطيكم الصحة. شكرا لكم جميعا. شكرا.